السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم منى فتحي من قناة ياسمين لتعليم الكروشيه. الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وجيت لكم بالفستان الجميل القمر ده، اشتغلناه مع بعض في القناة. الفستان جميل قوي وتفاصيله حلوة قوي، والوردات بتاعته كده فيها بروز وفيها الغرزة، فيها فكرة جميلة. الفستان هيعجبكم جدا، تداخل ما بين الشكل بيديني كأنه منقوش مع الصدر السادة. الفستان موجود على القناة، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف، ان شاء الله يعجبكم بجد. والله تفاصيل الفستان حلوة قوي وجميلة جدا، لكل ام عايزة تعمل فستان جديد وحامل وعلى وشك ان هي تولد تعمل فستان لبنوتتها. الفستان من سن سنة لسنتين، الفستان هيعجبكم قوي وجميل جدا. يلا تعالوا شوفوه، مستنياكم، ويا رب ان شاء الله يعجبكم.